مولودية الجزائر نادي اللي أسس لإعادة بعث الهوية الجزائرية. أسست المولودية لسبعة أوت 1921. خضر وأحمر هذا هو المعنى ديالها، والناس فرحت. المولودية كانت حاجة، وكنا نلعبوا كونتر الفرنسا يعني ضد الفرنسا. استعرفوا بينا. Un club ne peut pas vivre sans son histoire. Les buts, il faut être au bon moment. C'était la joie totale, deux coupes consécutives. هذا هو الشعب المولودي، حنا نعرفوا هكذا، يتيفوا. الناس في عمرهم 70 75 سنة يطيح قلبه قريب يموت على جال مولودية. 100 طن قرن ويا هذا الجيل، سي اكسترودينير. 100 طن تفكروا هاد لي بيوني هادوما اللي حسب اللي أسسوا الفريق هادوما واش ضحاوا. مولودية الجزائر عملاق الحركة الرياضية الوطنية. ان سونتنير سا سو فات مولودية يا حسن.